أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل التفاصيل نستعرض معا أهم العناوين فيها. القضاء السويسري يرفع الحصانة على الجنرال السابق خالد نزار ويفتح المجال أمام جلبه ومحاكمته على جرائم الحرب المتهم بها في سويسرا. شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان تدين بشدة عملية اختطاف المدون صابر سعيدي من طرف المخابرات الجزائرية. بوتفليقة يمسح ديون 10 دول إفريقية في الوقت الذي يدعو فيه الجزائريين للتقشف. الوكالة الوطنية للدم تناشد الجزائريين للتبرع بالدم لمواجهة العجز الحاصل في المستشفيات. إلى التفاصيل. قررت المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا رفع الحصانة على الجنرال المتقاعد خالد نزار في قضايا جرائم الحرب الملاحق بها والمرتبطة مباشرة بالفترة التي كان فيها وزيرا للدفاع وعضوا في المجلس الأعلى للدولة، وهي الفترة التي أعقبت الانقلاب الذي قام به هذا الأخير مع مجموعة من الجنرالات على الرئيس الشاذلي بن جديد سنة 1992، والذي أدخل الجزائر بعدها في أتون دوامة من العنف أودت بحياة قرابة 300 ألف مواطن جزائري. وقد استندت المحكمة السويسرية لبلورة قرارها على سوابق مشابهة وقعت في فرنسا وبريطانيا، ومن بينها قضية دكتاتور شيلي السابق بينوشيه، مشددة في ذلك على أن مثل هذه الاجتهادات والأحكام الصادرة عن محاكم دولية تبين أن حصانة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين سابقين لا تحميهم من المتابعات في القضايا الجنائية. هذا وقد وصفت المنظمة غير الحكومية تريال القرار بالتاريخي الذي يفتح آفاقا مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب حسب قواعد عالمية، وهو سابقة سيكون لها آثار خارج حدود سويسرا، حيث لم يستبعد مستشارها القانوني السيد بنيديكت مولورز توسيع المتابعة القضائية لتشمل مسؤولين جزائريين آخرين. ويأتي قرار المحكمة السويسرية ليفتح مجددا النقاش في الجزائر حول جدوى ما يسمى بقانون المصالحة الذي مرره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر الاستفتاء، وحصن به مختلف الأسلاك النظامية والشبه عسكرية التي كان لها دور خلال عشرية التسعينيات من أي متابعة قضائية، بل وذهبت القوانين المرتبطة بهذه المصالحة إلى حد تجريم حتى الكتابات حول تلك الفترة، كما يأتي ليعيد الأمل للآلاف من عائلات المفقودين التي تناضل منذ 15 عاما من أجل الحقيقة والعدالة. هذا ويرى عدد من فقهاء القانون أن إمكانية إصدار مذكرة جلب للجنرال نزار لمحاكمته من طرف القضاء السويسري قد باتت اليوم مؤكدة عقب هذا القرار. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة هذا يعتبر حدث في حد ذاته، حيث قرر القضاء السويسري رفع الحصانة على لواء خالد نزار لأنه كان متابع من طرف منظمة تريال، أيضا من طرف جزائريين، بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا حقيقة يفتح المجال لآلاف الجزائريين أن يتابعوا قضائيا هذا الجنرال المجرم الذي قتل آلاف الجزائريين، وأيضا يفتح المجال لمتابعة جنرالات آخرين الذين تورطوا أيضا في دمار البلاد وهلاك العباد، كمحمد مدين ولا بشير طرطاق وآخرين الذين دمروا البلاد والعباد. ونتمنى أن دورهم كان مقبل أيضا إن شاء الله، حتى ولو أحببنا أن يكون هذا القضاء يتم في الجزائر أمام الجزائريين وليس أمام قضاء أجنبي. نددت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها بشدة بعملية اختطاف الشاب المدون صابر سعيدي من طرف المخابرات الجزائرية من أمام بيته، معتبرة ما حدث له مساسا خطيرا بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ومخالفا للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر وتعهدت دوليا على احترامها. هذا وقد أكدت شبكة المحامين وقوفها إلى جانب هذا المدون وتأسيسها لهيئة من المحامين للدفاع عنه. يذكر بأن الشاب المدون قد اختطف من أمام بيته من طرف أجهزة المخابرات الجزائرية يوم 13 جويلية الماضي، واحتجز في مكان سري لعدة أيام قبل أن يظهر بسجن الحراش يوم 27 من نفس الشهر، بعد أن وجهت له تهمتي الإشادة بالإرهاب والترويج له ونشر تسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية، والتي جاءت على خلفية قيام المدون بنشر خطب ودروس نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بالحاج وفيديوهات عن الثورات العربية في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي.
أرسل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقيات لعشرة سفراء أفارقة معتمدين لدى الجزائر ليبلغهم فيها عن قراره بإلغاء ديون بلدانهم تجاه الجزائر والمقدرة ب3 ملايير دولار. وتجدر الإشارة إلى أن عملية مسح الديون الخارجية هذه ليست الأولى من نوعها التي يوقع عليها السيد عبد العزيز بوتفليقة، فقد سبق لهذا الأخير وأن قام بخطوات مماثلة في السابق مع دول إفريقية ومغاربية منها الموزمبيق التي استفادت من عملية مسح ديونها مقابل استغلال الجزائر لإحدى غاباتها، وموريتانيا التي منحت للجزائر مقابل إسقاط ديونها رخصة لاستغلال السواحل البحرية فيها، غير أن الحكومة الجزائرية لم تستغل وإلى حد اليوم لا الثروة الغابية ولا السمكية في هذين البلدين. هذا وقد خلف قرار بوتفليقة جملة من الأسئلة لدى العديد من المراقبين، لا سيما في ظل الدعوات الرسمية التي ينادي بها وزراء في الحكومة إلى ضرورة انتهاء سياسة التقشف لمواجهة انهيار أسعار البترول. وضعت الوكالة الوطنية للدم برنامجا استعجاليا خلال هذا الشهر بالتعاون مع أئمة المساجد لتحسيس وتحفيز المواطنين على التبرع بالدم، وهذا لمواجهة أزمة الدم الحادة التي تعيشها المستشفيات الجزائرية بسبب تناقص المتبرعين. وتأتي هذه الأزمة الجديدة لتعمق من الوضعية المتردية التي تتواجد عليها منذ شهور هذه المستشفيات التي لم تتعافى بعد من أزمة الأدوية التي عجزت وزارة ولد عباس على احتوائها برغم الوفرة المالية، وهي الأزمة التي دفعت بالكثير من المستشفيات إلى تأجيل آلاف العمليات الجراحية، حيث أكد في هذا الصدد البروفيسور محمد يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين أن أزمة الأدوية قد مست كل المرضى إلى الحد الذي أصبح فيه الطبيب يقوم فقط بتشخيص المرض من دون أن يقدم للمريض أدوية للعلاج في هذه المستشفيات التي تحولت لمحتشدات لحجز المرضى فقط. ونذكر في الأخير بمرور 66 يوم على اعتقال عضو المجلس الوطني لحركة رشاد السيد عبد الله بن نعوم في سجن غليزان. إلى هنا ينتهي موعدنا الإخباري لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.